القياس الأمنية والسياسية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية. صديقنا العزيز، أرحب بكم هنا في مصر وأتمنى لكم إقامة طيبة، كما أرحب بوفد الاتحاد الأوروبي. السيد جوزيف بوريل تشرف بالأمس بمقابلة السيد رئيس الجمهورية وكان لقاء هاما، وتم خلاله تناول مسار العلاقات الثنائية وأيضا العديد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الحرب المستمرة في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية وأيضا عدد من الملفات الإقليمية الأخرى. اليوم استقبلت الصديق العزيز جوزيف بوريل والتقينا سويا، ثم انضم إلينا وفد البلدين. خلال هذه اللقاءات نقلت شكر وتقدير مصر للسيد جوزيف بوريل على مواقفه الشجاعة ومواقفه المحترمة التي تدعم دائما المبادئ السامية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأيضا لميثاق الأمم المتحدة، فنشكر له هذه المواقف المبدئية له فيما يتعلق بكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تقع على المدنيين العزل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما ذكرت، تحدثنا اليوم بشكل مفصل ومطول عن العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعربنا عن ارتياحنا المتبادل لما وصلت إليه هذه العلاقات من نقلة نوعية هامة حينما تم التوقيع على الإعلان المشترك من جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هنا في القاهرة في شهر مارس الماضي، بترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية والشاملة بيننا. وتحدثنا عن التعاون في المجالات الست التي تم تضمينها في هذا الإعلان المشترك، كما أعربنا عن رضاءنا البالغ أيضا للمؤتمر الاستثمار الأول الذي عقد بين مصر والاتحاد الأوروبي وافتتحه فخامة الرئيس السيسي مع السيدة فون دير لاين رئيسة المفوضية، وأسفر عن التوقيع عن أكثر من 29 اتفاقية باستثمارات تجاوزت 49 مليار يورو في مختلف مجالات التعاون وقطاعات التعاون، وعلى رأسها قطاعات الطاقة والتصنيع والأدوية والزراعة والرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تحدثنا عن مصر باعتبارها مركز رئيسي لتداول وإنتاج وتصدير الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة. تحدثنا عن مشروعات الربط القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء من خلال اليونان أو من خلال إيطاليا لتزويد الاتحاد الأوروبي بالكهرباء التي يتم توليدها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تحدثنا أيضا عن مشروعات الهيدروجين الأخضر التي يتم إنتاجها هنا في مصر وتنفيذها في مصر للمساهمة في الاستجابة لطلبات الجانب الأوروبي، والذي يرغب في استيراد أكثر من 10 مليون طن من الهيدروجين الأخضر من دول العالم وفي مقدمتها مصر. تحدثنا عن التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الثاني بيننا. تحدثنا أيضا عن تنفيذ الإعلان المشترك، خاصة فيما يتعلق بعقد قمة كل عامين بين الجانبين المصري والأوروبي برئاسة فخامة الرئيس السيسي من الجانب المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية ومعها رئيس المجلس الأوروبي من الجانب الأوروبي. تحدثنا أيضا عن
دفع الاستثمار وتطويره من خلال استخدام آلية ضمانات الاستثمار التي قدمها الاتحاد الأوروبي بإجمالي مبلغ 1.8 مليار يورو لتشجيع القطاع الخاص الأوروبي في تعزيز استثماراته في مصر. تحدثنا بشكل مفصل عن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته الخاصة بالحزمة التمويلية التي تم إقرارها بإجمالي مبلغ 7.4 مليار يورو، منها 5 مليار يورو كدعم مباشر للموازنة المصرية على شريحتين، وإن شاء الله سيكون تنفيذ الشريحة الأولى في المستقبل القريب جدا. كما تحدثنا عن مجموعة من القضايا الإقليمية، بالتأكيد الأزمة في غزة وفي الضفة الغربية استحوذت على الجانب الأكبر من النقاش، وتحدثنا عن ثوابتنا فيما يتعلق بأهمية القصوى لوقف العدوان وللتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وصفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين. تحدثنا أيضا عن النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. تحدثنا عن الأهمية البالغة لمنع التصعيد سواء كان في الضفة الغربية أو في لبنان أو في المنطقة بأسرها والحيلولة دول انزلاقها إلى أتون حرب إقليمية، وهو ما يتطلب وقف العدوان في غزة باعتبار أن هذا هو الأمر الأهم. تحدثنا عن الأهمية البالغة لتنفيذ حل الدولة الفلسطينية وإقامتها في أسرع وقت ممكن على حدود وفقا لوجهة النظر المصرية حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تحدثنا أيضا عن الأزمة الإنسانية والكارثية في السودان الشقيق، وتحدثنا أيضا عن الأوضاع في اليمن وفي منطقة البحر الأحمر. تحدثنا باستفاضة أيضا عن الأزمة في ليبيا وأيضا عن الوضع في منطقة القرن الإفريقي والعلاقات بين المتوترة في هذه المنطقة نتيجة لما أقدمت عليه إثيوبيا من التوقيع على مذكرة تفاهم غير شرعية مع كيان انفصالي يهدد وحدة وسلامة الدولة الصومالية. يعني كان هناك نقاش مطول وتوافق في الرؤى بيننا، وكان هناك تقدير كامل من الجانب الأوروبي من جوزيف بوريل للدور القيادي الذي تطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المضطربة للغاية، وسوف نستمر في التشاور المشترك لأن هناك علاقة الآن استراتيجية وشاملة ونعمل على تنميتها وتطويرها، وهناك إرادة سياسية ورغبة مشتركة من الجانبين في تطوير هذه العلاقات بما يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة. مرة أخرى أشكر صديقي جوزيف بوريل على زيارته، فليسمح لي بأن أعطيه الكلمة.